أبنائي وبنات الطلاب الصف الخامس الابتدائي، أهلا بكم. النهاردة معانا إجابة قصة الاستماع لماذا، ويلا يا أولاد مع بعض نبدأ إجابة الأسئلة. نشاط ألف، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. أهم الاختراعات في تاريخ البشرية بدأت به. سؤال: لفت سقوط التفاحة على الأرض انتباه العالم نيوتن. علامة الاستفهام على دفتر مالك ترمز إلى التساؤل. يجب أن نتعامل مع الطفل كثير التساؤل باهتمام. وصف أينشتاين نفسه بأنه شخص فضولي لما قال: يا أولاد أنا لست موهوبا، أنا فضولي. نشط داء، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. حصل الدكتور أحمد زويل على جائزة نوبل في الكيمياء، طبعا صح. وصف الأب ابنه مالكا بأنه كان كثير التساؤل والكلام في صغره، صح. الحواس الخمسة تعين الإنسان على اكتشاف ما حوله، صح. كثرة التساؤل من صفات الطفل المزعج، طبعا غلط، لأن كثرة التساؤل والفضول ده يا ولاد من صفات الطفل الذكي اللي هيبقى له مستقبل كويس. نمرة خمسة، الفضول المعرفي صفة مشتركة بين العلماء والمخترعين، صح. الطريق المثالي للتعلم هو الحفظ فقط، طبعا غلط، لأن يجب على الإنسان أن يفكر ما يحفظ شيء بس. نشاط جيم، بالقصة تعرفنا إلى شخصيات عديدة، سيكون عبارة بالشخصية المناسبة له. كانت تساؤلاته نقطة في البداية في اكتشاف قوانين الجاذبية، طبعا العالم نيوتن. شخصية كثيرة التساؤل وربما سيكون له شأن عظيم، أخو مالك هاني. نمرة ثلاثة، قضاه الفضول المعرفي إلى اختراع الميكروسكوب رباعي الأبعاد، طبعا العالم أحمد زويل. تعلم كيف يكون فضوليا وكيف ينمي مهارة الاكتشاف لديه، أكيد طبعا من أولاد مالك. نشاط دال، أكمل المخطط بصفات مالك، طبعا الصفات اللي جاية معانا: هادئ، مفكر، متحاور، فضولي، ثم أجب. فعندنا يبحث عن الإجابات في الكتب أو الإنترنت أو بسؤال أبيه، فده طبعا إيه؟ فضولي، بيسأل ويعرف الإجابات. جلس مع أبيه يتبادلان أطراف الحديث، بيتكلموا مع بعض، يبقى هنا متحاور. ذهب إلى غرفته يذاكر في هدوء منتظرا عودة أبيه، ده طبعا هادئ. فكر كيف يستعيد بمورد التساؤل لديه، طبعا هنا مفكر. هذه كلها أولاد صفات لمالك، نوع فضولي، متحاور، هادئ، مفكر. بعد كده ما الصفات المشتركة بينك وبين مالك؟ ممكن تقول أي صفتين من الصفات دول مثلا، أو صفة واحدة أو أكثر من صفة. يعني مثلا ممكن نقول إيه؟ إن أنا فضولي وهادئ مثلا. نشطها، حلل القصة بذكر عناصرها. الشخصيات طبعا الموجودة في القصة: مالك وهاني والأب والأم. الزمان: ذات يوم أو في أحد الأيام. المكان: في البيت. المشكلة: كان مالك يشعر بالضيق لأن أخوه يسأل كثيرا، دي كانت المشكلة. طب الحل إيه يا أولاد؟ إن مالك عرف من الأب إن الفضول هو أساس المعرفة والأصول إلى الاكتشافات والاختراعات. طبعا المشكلة والحل، الحل ده ممكن نقول طبعا إيه؟ كل واحد يعبر بأسلوبه يا أولاد، مش حاجة معينة يعني. بننتقل بعد كده لنشاط واو، ارسم وجه ضاحك امام ما يعبر عن الفضول المفيد، ووجه غير ضاحك امام ما يعبر عن الفضول غير المفيد. واحد، احاول معرفة ما يكتبه صديقي من رسائل الاخرين على هاتفه المحمول، ده طبعا ايه؟ وجه غير ضاحك، لان طبعا ايه؟ دي اسرار ما ينفعش ان انا اتعرف عليها. اتناقش مع اخي في تساؤلاته واتعاون معه في الوصول لاجابة له، طبعا دي حاجة كويس، فنعمل ايه؟ وجه ضاحك. استمع الى الشجار بين جاري واولاده لاعرف المشكله، طبعا برضو ايه؟ ده غلط، لان ده اولاد تجسس، فما ينفعش ان انا اقعد اسمع الخناقه اللي بين جاري واولاده واعرف المشكله. انا هتهمني ايه المشكله؟ لو هم حكوا لي ماشي، انما ما ينفعش ان انا اقعد ايه تجسس او اصمت على جيراني. نمره 4، ابحث في الانترنت عن سر اللون الابيض للدب القطبي، ده شيء كويس طبعا، يبقى وجه ضاحك. أريد معرفة أسعار الملابس التي يرتديها زملائي، طبعا ده إيه؟ وجه غير ضاحك، لأن طبعا كل واحد يا أولاد حر في الملابس اللي هو يشتريها، سواء كانت طبعا غالية أو رخيصة، وطبعا ما ينفعش إن احنا نعرف جابها بكام أو ما جابهاش، هو طبعا كل واحد يا أولاد بيجيب الحاجة على قد طبعا إمكانياته. أسأل عن أسباب توجه مصر للطاقة المتجددة، دي طبعا وجه ضاحك، لأن يا أولاد الطاقة المتجددة زي مثلا إيه؟ الشمس والمياه. فدي شيء كويس عشان طبعا ايه نحافظ على البيئة من التلوث. بننتقل يا اولاد بعد كده الى القراءة المتحررة،
وإجابتها نشاط ألف اقرأ الفقرة التالية: أنا ذلك الطفل الذي فكك ألعابه ليعرف كيف تعمل، أنا ذلك الطفل الذي تساءل كيف دخل هؤلاء الأشخاص إلى شاشات التلفاز، أنا ذلك الطفل الذي تساءل كيف تنمو البذرة الصغيرة حتى تصير شجرة، أنا كل هؤلاء. هذه الأمور أثارت فضولي ولم أقتصر على التساؤل فحسب، بل قمت بالبحث والتجريب لأكتشف العالم. نسيت وأنا أعرفكم بنفسي، أنا كل عالم مبدع. معنى فقط فحسب مضاد المقلد مبدع، مفرد التساؤلات التساؤل، جمع شاشة شاشات، كلمة تنتهي بهمزة متطرفة بعد حرف مد، عندنا تساؤلة وهؤلاء، الاثنين جايين بعد إيه؟ ألف المد. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. تتحدث الفكرة عن المبدعين المكتشفين، طبعا غلط، بتتحدث الفكرة عن هذا الطفل. الفضول يؤدي إلى الاكتشافات والاختراعات، طبعا إيه؟ صح يا أولاد. أجب صديقك كثير التساؤل بما تنصح، تنصحه بأي حاجة انت طبعا ايه عايز تقولها له. ممكن اقول انصحه بالبحث عن الاجابات وتدوينها في دفتر خاص به مثلا، كل واحد طبعا ايه يقول نصيحه مختلفه عن الثاني. نشط ب: اقرا الفقره التاليه: قصه اختراع الهاتف بطلها هو الفضول المعرفي لاصحاب هذا الاختراع. كانت نقطه البدايه عند انطونيو نيوتشي الذي فكر في اختراع جهاز يتمكن عن طريقه من سماع صوت زوجته المريضه دون ان يترك مكان عمله، فقام بعدة تجارب ومحاولات حتى نجح في اختراع أول هاتف. ومع مرور الوقت تطورت فكرة الهاتف حتى أصبح في حجم كف اليد ويمكن من خلاله إنجاز الكثير من الأعمال. استخرج من الفكرة ما يلي: معنى الرغبة في المعرفة، طبعا دي الفضول، مضاد النهاية البداية، جمع التجربة تجارب، كلمتين بهما حرف ينطق ولا يكتب، عندنا هذا المفروض في ألف مد بعد الهاء، وهاتف المفروض طبعا التنوين، إن أنا بدل ما أكتب تنوين أكتب نون، ولكن طبعا هنا التنوين بيشيل النون، فهاتف مفروض يبقى فيه نون في الآخر، فإحنا نطقناها وما كتبناهاش. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الصحيحة. أنطونيو ميوتشي صاحب اختراع الهاتف المحمول، صح. كل اختراع وإبداع يسبقه تساؤل وبحث، برضو صح. أجب: ماذا يحدث لو توقف الفضول المعرفي للإنسان؟ طبعا لن يصل إلى اكتشافات واختراعات جديدة. وآخر حاجة معنا يا أولاد أسئلة تقيم نفسك على قصة الاستماع لماذا. نشاط ألف: استمع ثم أجب. وطبعا هنشوف مع بعض نص الاستماع اللي معنا عشان نقدر نجاوب على الأسئلة اللي موجودة. حان وقت النوم لكن فريد لا يستطيع النوم، فقالت الأم: لماذا لم تنم يا فريد؟ قال: عندي مشكلة تشغلني. قالت الأم: ما هي؟ قال: دائما تدور في رأسي أسئلة كثيرة، مثل لماذا نأكل؟ لماذا نشرب؟ لماذا نتعلم؟ لماذا لا نطير؟ قالت الأم: هذه ليست مشكلة لكنها فضول معرفي وهو مفتاح العلم والاختراع. وبعد ما قرينا يا أولاد قصة الاستماع نجاوب على الأسئلة الموجودة عليها. ضع علامة صح أو غلط أمام ما يلي: كثرة التساؤلات تضر الإنسان، طبعا الكلام ده غلط. يعاني فريد من مشكلة مع زملائه، طبعا غلط برضو. الفضول المعرفي مفتاح العلم الاختراع، طبعا إيه الأول والثاني. نشط ب: ضع علامة صح أمام النصائح التي تنمي مهارة التساؤل وحبل الاستكشاف لدى زملائك: توقف عن الأسئلة الكثيرة ولا تزعج الآخرين، طبعا غلط، المفروض ان احنا ايه نسال ونعرف. اقرا كثيرا وابحث عن اجابات لكل ما يثير تفكيرك، طبعا ايه صح. استخدم كل حواسك في اكتشاف العالم من حولك، برضو صح. خصص وقت فراغك كله لمشاهده التلفاز والتسليه، طبعا ايه غلط. سجل ملاحظاتك وتاملاتك باي وسيله مناسبه، اكيد طبعا يا ولد الكلام ده طبعا صح. بننتقل يا ولد لنشاط جيم: اختار التصرف الصحيح في المواقف الاتيه: زميل لك يكتفي بالمعلومات الموجوده في الكتاب، فأوضح له أن هناك مصادر كثيرة للمعلومات، ولا أفعل مثله ولا أضيع وقتي في البحث، طبعا الإجابة أوضح له أن هناك مصادر كثيرة للمعلومات. أثر سؤال الفضول المعرفي لديك وأنت تذاكر دروسك، في سؤال أثر فضولك وأنت بتذاكر، فهتعمل إيه؟ أدون السؤال في دفتر خاص وأبحث عن إجابته ولا أتوقف عن التفكير فيه وأهتم بمذاكرته، طبعا إيه؟ أدون السؤال في دفتر خاص وأبحث عن إجابته. نمرة 3: توقف فضول أختك وقل تساؤلاتها، اتركها كي يكون البيت هادئا، ولا احضر لها العابا متنوعه تثير تفكيرها، طبعا ايه احضر لها العابا متنوعه تثير تفكيرها. اخر نشاط معانا هو نشاط ده لاختار الكلمه الصحيحه ما بين القوسين: اشترى لي ابي حذاء جديدا. هل حذاء دي ولا دي ولا دي يا اولاد؟ طبعا حذاء اللي هي الاخيره، لان الهمزه اذا جت بعد الف مد ما بيجيش طبعا ايه مع الفتحتين الف مد، يبقى حذاء دي انا الصحيح. نمرة 2: احب السير في ضوء القمر، ضوء دي ولا دي ولا دي يا اولاد اللي هي صح؟ طبعا ضوء اللي هي في النص، لان طبعا اذا كان الحرف على سكون بيجي بعده الهمزه على السطر. طلبت امي نقط الزجاجه، ملء الهين اللي صح او ملء الهين يا اولاد اللي صح؟
طبعا الأولى، لأن الحرف لما بيبقى عليه سكون الهمزة بتيجي زي ما احنا قلنا على السطر. رابع حاجة العلم إن هو يضيء طريق صاحبه، يضيء الأولى ولا التانية ولا التالتة. الأولى طبعا هي يا أولاد اللي صح. ليه؟ لأن طبعا قبلها إيه؟ مكسور، فبتيجي على إليها. كده أولاد نكون انتهينا من إجابة الأسئلة اللي معنا النهاردة على قصة الاستماع لماذا. استنوني على قناة أعرف وتعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.